عليكم ورحمة الله وحياكم رب العباد. ما بطي عليكم المقدمة مقطع دسم ورب تستمتع. اسبنوها على نقطة يا جماعة، اي واحد فاز في ستي بلاي يتأكد من ايميله او حسابه في ستي بلاي انهم ارسلوا للناس خاص حقين ستي بلاي مو بالبث المباشر. وزن اكثر من 30 شخص، وبرضو بأزيد في المقطع هذا 5000 ثانية. بكل بساطة سوي لك حساب عن طريق الرابط اللي تحت، وتاكد انك حاط رقم جوالك او الايميل حقك. اذا ما انت حاط شيء عادي بيتواصلوا معك في حسابك اللي سويت. انا عدتكم هنا يا جماعه الخيارات كيف تسوي حساب، تويتر ولا جوجل ولا فيسبوك ولا رقم جوال ولا ايميل، كلها تمشي لو تسوي مليون حساب. بس ما اطول عليكم، شاهد ممتع على المقطع والف مبروك للناس اللي فازوا. السلام عليكم ورحمه الله ايها الاخوه الساده الكرام، عدنا واليوم غير العموم اصطفاف فوق العموم، العموم اصطفاف فوق. انا وش وعدتكم اني شغال لكم على مودات من العيار الثقيل، وصدقوني ان هذه بس البدايه. وجهزت لكم اكثر من 5 مودات بانواع واشكال، من انمي، من كرتون، من مسلسلات، من العاب، راح تتمونها كلها. رمضان جاي، ابغى اقول لك حاجه واحده تاكد لك مشكله، والله انك بتشوف شيء مو موجود باليوتيوب كامل، لو تدور ادواره ما تلقاه. جاهزين يا جماعه؟ ضبط الصف. ابو ملك يسار يمين حبتين، يمين حبتين. حبايبنا قبل ان نبدا المقطع لازم اطلب منكم طلب، وما عمركم قصرتوا ترى، والله المودات تعبنا وماديتها وتكاليفها عاليه، فالدعم باللايك وبالاشتراك وبالجرس وبالكومنتات كلها تعطيني دفعه اكيد دفعه قويه. احنا نكمل، فوقف المقطع وحط لنا كلمه طيبه اذا ودك ولايك، انا اشكرك جدا. اكيد السكس بي في كل مكان حتى بامونج اس. نشكر استاذ رامي معانا اليوم، 9 فيس كام يستاهل تحيه رامي. احمد بالله اعطني تحيه، الله يوفقك. يستاهل تحيه ومش واحد في غياب الاستاذ. خلاص ممكن نبدا. مود اليوم شباب البومب، بسم الله. عامر معانا، عامر ايش يسوي؟ اصبروا، عامر يقدر بضغطه زر يرقص اللوبي كامل. جاهزين ترقصون شباب؟ جاهزين. ولا تنامون؟ لا انا قلت تنامون، ناموا. لا الخاصية الأولى، أقدر أرقص وأشغل أغاني وينامون كل اللي في الجيم، واضح؟ الخاصية الثانية، تعال رايد. بسم الله. على صوت الترصيد. هذه تبطل الشخص. طيب هذه الخاصية الثانية، تمام؟ الخاصية الثالثة يا جماعة، هذه تراها مفيدة لأن عامر ما حطينا عنده أشياء قوية كثيرة، فهذه الخاصية مفيدة. تقدر من أي مسافة ترمي الزنوبة حقتك. أبغى أوريكم كيف. رايد وقف ثواني. أنت لا أحمد، لا احترم نفسك يا عمري. أوكي وقف. طيب طاح مفتاح. أوكي أنا ما بحرك كل الأشياء، ولكن في مفتاح طاح. إيش يسوي المفتاح هذا؟ إذا خذيت المفتاح تطلع لي يا جماعة الخير خاصية زايدة. وش الخاصية هذه؟ واضحة معاكم يا جماعة، ومع الجيم عاد بتبان كل شيء. المود الضحك فيه كثير، فأتمنى تستمتعون كلكم. نسمي بالله الآن نبدأ قيامنا الطبيعية ونحاول عاد نستمتع. الجيم الأول يا جماعة الخير، لو يضبط الحظ من البداية. ترى قاعد أبث يا جماعة، الحمد لله راضي. كل اللي قاعد تشوفه في اليوتيوب ترى في البثوث، تعال البثوث عندنا. الجيم الأول نبدأ، بسم الله. نزلوا الطاولة يا جماعة الخير الآن، المبوستر والمواطنين. أمنا عندنا الاختيار، وقف بداية الجيم. معروف إذا الشخص وقف بداية الجيم في احتمالية السوس ترتفع عند الميك، عادي يجرب يشوف الأشياء اللي عنده. لكن كالعادة نروح أقصى اليسار، نمسك الكامات تشوفها كم ثانية ثم نرجع نفكها. واضح. البار يتحرك فوق اليسار، أقدر أطرح الامبوستر إذا المهمة زادت أو لا. لازم أسوي نفس مجنون. بسم الله، هم بطاقة صح؟ إيه أنا مرتبك ورب الكعبة، أنا مرتبك. فير. حط ميوت، أنا كويس، وضعي كويسة كلها. أعوذ بالله. طيب الامبوستر الام اوف نومنا هذا وش فير بالامبوستر.
اوكي الامبوستر رقصنا، فيصل توه قايم، فيصل مواطن تمام؟ فيصل اخوي مواطن، اوكي؟ فصولي فيصل مواطن صهيب مواطن. السلام عليكم. عليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. غلا. اتهام مباشر على فيرفول. ايوه. الاسباب الاولى. رحنا انا وياه اصبر خلنا نشوف الماب، رحنا اقصى شيء يمين زين ونصلح التاسكات، كان فيك تاسك اول شيء، ثاني شيء رحنا لقط اليمين هذا عند المركبه ما ادري وشو وتحول عامر ورقصنا كلنا بعدين احاول احذف عليه النعل فجيت وسويت سبحان الله. كل هذا صار كل هذا صار قدامي قدامي. انا عندي سؤال رايد، انا ما شفتني قبل ثانيتين ما ادري رايد مريت جنبك انا شلونك والله ما انت الابيض اتوقع ايه اي انا الابيض قبل ما ننام قبل ثانيتين خلصتوا فيرفول انت ايه؟ مريت من عندي صح ايه؟ انا اي يلا فيرفول لا اتوقع انا بدري عيال والله بدري مره طيب بس من اللي كان عندي طيب خلاص انا سويت تاسك اللي معك ونزلت تحت رايد مر جنبي ونمت انا وياه جنب بعض طيب خلصتوا ايه الامبوستر شايفه في الكامات مين شايف الامبوستر اعرف من انت والله العظيم اعرف من انت ابى اعطيك فرصه حلو انك تجي الان وتركبني معاك بالديدسن اسمع والله العظيم المشكله اخاف اني اموت بعدها ولا تعرفون من هو وشو خليه يفوز لا يمكن يكون طيب يجي طيب اقول لكم شيء اقول لكم شيء والله يخليه يفوز العب يلا يلا ما عليه حتى بطلع رايد مستحيل يفوز والله رايد مستحيل يفوز يا ما عليك كفطري كفطري رب الكعبه كفطري قسم بالله كفطري يوم انك تعلمهم اللعبة جلست ما عطني صح؟ تعال ما عطك وش ذا وش ذا؟ أرى انت ايش بك؟ ها؟ ايش بك؟ خذ يا خل طلعوا يا قاعد يا ربي طلعوا والله ما يستاهل اعطي وجه رائد الامبوستر رائد الامبوستر يا عيال تبون تصدقوني او لا انا اقول لكم ان رايد الامبوستر شايفه بالكامات لا والله مستحيل وشو مستحيل رختر قاعد تقول فيرفول فيرفول ايش دخله كيف فيرفول لا طيب لا حد يجلطني وانا توي بادي اول جيم ركزوا معي انا بقول كلمه وبترككم تبون نكمل كملنا رايد يا عيال تحول قدام عيني بالكامات ايش تبون اكثر من كذا اقول لكم انت طريقه تبون تصوتون تبون تسوون سكيب بكيفكم يبي طق لازم دليل قاطع دليل قاطع قدام عيني احمد صح انا كنت مع احمد ترى ايوه احمد شاهد دليل قاطع انا ماشي ورا احمد شفت القاتل بتحول بس ما شفت من الشخصيه فكلام ايوه انا شفت القاتل انا شفت القاتل لكن ما اعرف مين المشكله ايمه تعبان بيرميني بالزنوبه غلط حط وجهك بالزنوبه رايد صايح ما يبغى صوتك ميوت احمد احمد ميوت يا عيال علق علي الشاشه لو بيس ما طلع يصور لا الحمد لله بث لي شوي صح تذكرت اني قاعد ابث خلاص معليش باخذ من البث الحين يا عيال شاشتي تحولت ل 60 هرتز كيف اعدلها مش حالك الان راح اعدلك اياها بعدها حط ميوت شكلك قاتل الامبوستر غيرا روق احمد روق يا احمد روق مره وخلوهم يشوفونك ميف مشاد امها بالكامات ميف صعبه يا عيال مره صعبه صعب يا عيال مره صعب يا عيال مره صعب بغض ما المهم قاعد تمشي نفرد برايد ثور فيه والله العظيم مين أدري والله العظيم مين
انت كذاب يخليك تضمن وبعدين يقلب عليك. تخيل اسمه الام الام ضايع ابنك ضايع ابو شايع. ضايع عيبك يا ابو شايع، ضايع عيبك يا ابو شايع، اي ضايع عيبك. تعال بروح اصوت. اي ضايع ضايع ضايع. أكذب عيوني وأصدق الحمار. رامي قدام عيني تحول. طلعوه إيش رامي يا متأكد؟ حمار في واحد قاعد يرمي السرماي عليك وأنت كنت رايد. رايد يا عيال لا نهبط نفس قبر يا عيال. متأكد رايد؟ رايد أحمد ها رايد. ها في الفل. أنا قاعد أطالع الكامات. طيب رامي أنا أبرئه حبيبي. انا قدام عيني اكذب عيوني. مو اسمع علي عشان ما عشان انا ايش الجيم كله ترى ما شفته انا يا اخوان. باب انا بسمعه اسمع انا بصدق رايد اذا قال قدام عيني بصدقه. هو قبل شوي قال قدام عينك فش حدا بشوف بالجيم هذا. اسمعني قرار نهائي. قرار نهائي يا شباب. ايش قرار نهائي؟ رامي رامي هذه سياسه المكان عندنا. صبر صبر كان يلحقوا يا حمار. اقول لك انا شفت طالع بالبنت يا سلام. الحق علي اللي خايف عليك بالصمه. لانه ما بعدين رايد اللي قاعد تلول صح. الله يا رايد انك حق خول. ميوت ميوت عيالي ميوت. والله ما انساها لك يا ابو مشواح. اتحدها يا ابو شايع ورب الكاميرا انت ربطتك لان يومك ضايع زي وعززت لي بعزز لك انا على طول. لا لا احمد هل يكون صدق هو مضيع؟ يعني يكون صدق يحسب ان القاتل ذا اشو بيمشي معي؟ تخيل يذبحني. هي تخيل احمد تسوي يذبحني. يمكن يمكن انت شوف خلنا نشوف. ما يسوي لي شيء ضام. ايه ما حط ما حط ما حط ما حط ابو شايع. روح والله انت بجربي والله. خل خلص تاز. انا اللي والله انا يا حمار. تعال انا معك. ما لي خايف انا. الايم صعب يا عيال. الايم صعب يا عيال. السلام عليكم يا جماعه ورحمه الله وبركاته. اول حاجه اقدر ابري اقدر ابري رايد. اي الحمد لله وفير في البريد. وانا اقدر ابري رايد ما اعرف وينكم. طيب انا بتكلم زين. يلا روح. طيب انا بتكلم. انا قاعد اطالع الكامات فجاه وانا طالع الكامات واحد يلشطني بالعقال تمام. اي على طول صادق. بعدها جاني رايد وفي يلحقنا وحشرنا ولعل ضيع كل الزنوبات. واحد ايما ضايع خلينا ندور. واحد ايما ضايع ابو ملك عيال. ابو ملك ايما ضايع. لكن انا ابرئ فصولي ورختر من الكامات فقط. الباقي ما اعرف. انا ابرئ رايد بس يا عيال. هو واحد هو واحد سبك تمام عشان ما نطول. واحد سبك ايما ضايع ما مغير طفى الكهرباء مره واحده. ابو ملك والله ايزي ليه طولها. اسمع دقيقه ابو ملك. اتهام تو فيصل شايفني وعامر جنبنا. فيصل شايفه عند الالكتريك تحت. لا والله ماني متاكد. لا انا ما شفتك يا ملك ترى جامع لك. ابو ملك ما حد شافك يعني شلون يعني قاعد شايفني يا ميف. ما حد شافك يا ابو ملك حرفيا. صح صح ابو ملك ما حد شافك ترى. شفت فيصل يا عيال تكفون. يلا خلاص خلاص اسكب عشان ما نظلم. اسكب ولا تبغى النظلمه. نظلمه ولا نسامحه. الدنيا ظلم الايام دي نشوف. اي والله ظلمه. هذه مشكله. احمد طلع بملك كان صح. بعد عيال طلع صهيب بعد بعدها. مو كيفك يا والله. نيوت شكله شكله انا شكله انا. طيب يا عيال برد بسالكم سؤال ردوا عليه بسرعه. الرياكتر ولا الاكسجين؟ الوقت فيها اقصر. ابسوي خطه اخيره. ابسوي خطه اخيره بلعب عليها.
يا الله يا الله. لا 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 عمل الحركة اللي ببالك. الله ما عليه. طيب عرفنا الان الثغرات. حلو الثغرات عرفناها. او ساتر رقدنا. هي هذا معرق. هي هذا لعب معرقين. هذا يا رختر يا صهيب هذا لعب معرقين. ما يبغى العيال يصلحون. انا صلحوا عيال. هذا لعب مرقين يا عيال. هذا لعب مرقين. هذا لعب مرقين. اختر والله اني اخاف من الاختر. اختر يعرق يعرق في الالعاب الصغير ذا. عندي اصابع اتهام جماعه مباشره جدا جدا. شفته قدامي طلع من البنت قدامي. من هو؟ انا معك كنت جنبك. انا رامي. اوكي طيب خلاص اتهام مباشر. طلع طلع طلع. ما راح اطول ما راح اطول. انا بصير امبوستر. ما راح اطول. اتهام مباشر. اسمع ميم 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 لو ما طلع هو تطلع وراه انت على طول. ترى والله تم تم تم. قبل انا بتكلم. انا بتكلم يا عيال. انا بطلع والله بطلع. قلت اتهام مباشر زي قبل شوي. خلاص من النقاش. برا برا طص بكسر الدم. صبر برا. انا المتهم يا اخي. ايه اسمع انا كنت اساوي مهمي فوق ونمت جنب معي ياب معي. طب وش صور صور يا سامي. مين مين طلع من البنت قدامك؟ مين يا سامي طلع من البنت قدامي؟ قدامي قدامي. بتشوف بتشوف الحين بتشوف قدامي. انا توني شايف عامر في دبي. والله ما طلعته رب العز اذا ما طلعته. يا شباب والله قدامك قدامك. طيب 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 طيب. ميوت 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 ميوت. والله ناخذ حقك يا المنتج حقي. طف الكهرب طف الكهرب. ميم الامبوستر. كيف صار يصلح؟ شكر امك يا صار اجتماع. اضرب طاوله ومن تجي ومن تجي ومن تجي. هذا هو ميف. هذا هو ميف. هذا هو ميف. بيذبحنا بيذبحني 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 بيذبحني. قفل علينا البيبان. بيذبحني بيذبحني بيذبحني. اضرب طاوله ابو ملك. ابو ملك طاوله. ابو ملك ابو ملك طاوله يا حمار. طاوله يا عيال. اضرب طاوله اضرب طاوله. يلا يلا ورا ورا. رايد زي ما سويت اجتماع. رايد رايد. احمد وشو؟ وها احمد وشو ها؟ طيب طلعوا ميف. طلعوا ميف الان. ميف يا شباب نتفاهم يا شباب. ميف انت امبوستر ولا لا؟ لا لا ما امبوستر. يلا طلع من قدامي. انا كنت مع رايد. طيب صبر 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 صبر. فيصل طلع من قدامك. يا بكابلكتريك. طلعوا 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 خلاص. طلعوا طلعوا طلعوا. يا عيال بصير امبوستر انا يا عيال. اليوم مين؟ مين انا؟ اي لا اجل مين؟ انت صامل الحين ميف. صدقني 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 بتشوف. لا ترولون يا عيال. اقسم بالله ترولون. فيصل ليه تقولوا قدامي؟ ترولون. ما عاد عندي اجتماع انا. شك يا صهيب يا عيال في حقنا. ابو ملك امسك الكاميرا. لازم اعرق شوي. عامر عامر ابو ملك يصبر. عين ابو فيصل. ابو فيصل وابو ملك مرئين. عامر طلع من هنا توه. عامر في الاستوريج الان. عامر في الاستوريج الان. افارل افارل برين اختر بريء. رايد بريء. مت صهيب. صهيب انا ما مت صح. بقدر اتحرك. اوه صار مقلوب لعبي.
صلحوا يرقصنا صح؟ اجتماع ما عندي اجتماعات الحين ما عندي اجتماعات تكفى فيرفون اجتماع يا فيرفون اجتماع يسعد امك. ايوه عندي جفه. اسمحوا لي اتكلم انا. اوكي في جديد هنا. طيب اسمعوني يا انا بتكلم بمني ماسك الكاميرات حلو. انا يوم مسكت الكامات صار امرين، صارت ثلاث امور. اوكي ثلاث امور كالاتي. الامر الاول يوم ماسك الكاميرات طلع لي شكل عامر بالاسترج تحت، شفت راسه في اللحظه هذه كان قدامي مار من الكاميرات فيصل وابو ملك طرأتكم. بعدها بلحظات نفس الوقت مر من عندي فيرفل ومر وراه رايد ومر وراه رامي اندعس وميف طلع ورايد طلع، باقي عندنا شخص واحد صهيب. الجيم كامل ما شفناك. ايوه انا طيب بسوي مهامي ايش عمل لك؟ طيب صهيب الجيم كامل ما حد شافك. حد شاف صهيب؟ انا ما شفت صهيب ابدا. الجيم كامل ما شفناك. الجيم كامل حبيب، مش قصة انه ما تشوفنا عادي بتصدق. انا اسوي مهمة ابعد، اروح اسوي مهمة ثانية. شوف التسكات حبيبي ولا غير منطقي. انا ما شو غير منطقي؟ مرة كلامك مو منطقي. كل ما ترقصنا انت ما انت جنبنا، كل ما فتحت الكام انت ما انت جنبي. ما عمري شفتك واقف عند مهمة. انا اذن قدام الكامات عشان لا بس معليش لا يعني اوكي مو بلازم. عطني واحد شافك، واحد بالجيم شافك يلا يا عيال. احد شافه؟ ميف شافني. ميف مات. تحطه بواحد ميت وش؟ طيب عطني واحد، باقي عندك خمسة ثانيين. عطني واحد من الخمسة شافك حبيبي. شنق عطيني ثلاثة شافوك بالجيم يلا قولوا. انا توني شايف. انا توني شايف. ها صايب برد وجهك. برد وجهك ورجوه ببرد. برد. لا ما برد وجهي. انا صدق ما جبت كل قاعد. جبنا العيد في حرام يفوز القاتل بس طريقة التصويتات نطلعهم برا. اقسم بالله يا عيالكم حمير، معليش اقسم بالله والله العظيم انكم حمير والله. فيصل كسر خاطرك فيصل وانت وكم طلع واحد يا حمار والله قاعدين تلومني. وش بعد اكثر من كذا يا اخي؟ والله ما يسويها مرتين، يقعد يفوز في الجيم مرتين. تعالوا صلحوا. لا حد يجرطني صلحوا معاي، لا تجرطوني صلحوا معاي. البوتات يرحم أمكم. قوم هاي يا عيال، شوفك بعيوني عشان أبرقك. ما في تبرير موت انت من النفس. سم بجلال الله. انا بعترف اعتراف اني حمار. ايه والله كلام كلكم يا عيال، يعني لازم القاتل يذبح قدام وجهك عشان تطلعه؟ مو بمنطقي يا عيال، مو بمنطقي. احتريت اقسم بالله، احتريت والله. اقسم بالله العظيم اخر راوند كان واضح مره يا عيال، حرام عليكم. لانه في مطر ونت الله بالخير، كني ساكن بخيمه هنا والله. في مطر مره. اوكي انا ابغى اختار تمام. اوكي بسوي اللعب عادي جدا طبيعي. كأني قاعد أصلح معهم، فهمت؟ كأني قاعد أصلح معهم. طبيعي. جيم الأوف، في واحد ماسك الكاميرات بداية الجيم والكهرب طبت. هذا واحد معرق. ولكن بينطرح إن شاء الله من البداية. ميف هو اللي كان ماسك الكاميرات. رايد نزل تحت. أبو ملك طالع سكيورتي. خلاص أنا كبرت ولازم. هذا منو كان عندي؟ أصبر. أنا منو؟ والله إني نسيته والله. ولي صلح الكامات صح. فانسولي واقف هنا ليش؟ اوكي هذول مواطنين يا عيال، هذول مواطنين. احفظوا معي. رايد ميف فانسولي مواطنين. ارجع. ايوه منو يا عيال؟ والله اني نسيته والله. ابو ملك مواطن. انا اوريه. اصبر ما يعرف. اصبر انا بيه.
تعال تعال انا فيه انا فيه اتهام مباشر على فيرفول ايوه على الشباب الاولى مين فصولي اسلم بمحطني 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 يا احمد هذا احمد يا اخي اي محط الحمد لله ضاع ضايمه ضايمه الحمد لله شو بيلحقني بيلحقني خلينا نشوف لا ريل قاطع اي هي هي انا اوريك والله العظيم يا عيال هذا منو اسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه اشكر انا ماني عارف مين القاتل لكن شايف مشاري قاعد ينجلد اي والله ميف بريء فصولي بريء حلو شكرا رختر بريء ميف بريء احمد بريء بعد احمد انا بريء بعد واحمد بريء رايد بريء فيفل بريء رايد بريء كل طيب طيب نسوي تشل شوي سوي تشل سوي تشل سوي تشل سوي تشل يا عيال نهدي على الاجتماعات تركوا عند اجتماع واحد وما في تبليغ على الجثه انا عندي اربعه برئهم اللي كانوا معي بالالكتريك هذا كيف عرف انه بريء الامبوستر غبي كل شوي يرقص اذا رقص ننام جنب بعض فندري احنا مواطنين فهو فضح نفسه معناته انه شويه سبك تمام ابو ملك بريء نمت معاه مره ثانيه النومه الاولى كان معي رايد وكان معي ميف وكان معي فيصل وانا شباب لا في ولا في شيء ولا في هذا طيب سكيب 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 اوكي سكيب سكيب بس يعني انتبهوا يعني لا ترقصوا مره كثير الله المستعان والله يا رختر والله العظيم اني لقيت اجلد 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 الان بروح الرايد الان بروح الرايد يمكن صهيب يا ترى صهيب فنان شوف صهيب يمتلي البار شوف البار بيزيد يا عيال البار ما زاد اصبروا زاد ولا هذا من اللي قبله والله ما اقدر احكم اوكي واضح ان الامبوستر مسوي نفسه انه غبي صح كاني انا على الكمان رايد خلنا نمسك FRL مين بيسوي مهام عندنا رامي 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 ما له حس يا عيال يا عيال يا قاعد تلحقوني بس ايه ابعد عني ابعد عني ابعد 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 مين نحشهم رامي مواطن رامي مواطن باقي عندي فيرفل وباقي عندي صهيب ابعد ابعد تعال رايد تعال ابيك انا عدل لا حقود قلب اسود والله ما يخليني تعال اوريك حقود ابغى اشوف صهيب ابغى اشوف صهيب بس وينه ابغى اشوف صهيب وينه بس ابغى اشوف صهيب وينه شوفون والله مو احمد ضربتك يا احمد ضربتك ضربتك يا احمد احمد صهيب 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 طيب ما في مشكله تقعد يجلدنا يعني حمار ما يبغى يذبح يبغى يجلد بس طيب ملك رايد 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 قال تعال والله لا تعال رايد خلا 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 سبك واضح ان واضح ان سبك واضح ان سبك اوكي 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 جلدنا جلدنا طيب طيب يا سبك صهيب ولا فيرفل صهيب ولا فيرفل ابغى اشوفهم ابغى اشوفهم اوكي كاني انا ما ادري وين رامي اوكي صهيب وينه تعال رب الكعبة تعال ملك رامي رختر بريء شنط بريء مين بريء بيرفل
ما ضرب ما ضرب طاوله ما ضرب طاوله نطلع بنطلع واحد نطلع واحد مين مين. دقيقة احمر برتقالي زهري ازرق احمر برتقالي خلاص عرفنا عرفنا القاتل عرفنا القاتل عرفنا القاتل عرفنا القاتل عرفنا القاتل لا 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 فيرفل فيرفل 100% او صهيب بس 80% فيرفل انا مو بنا انا قاعد العب كل شوي احمد دقيقة دقيقة صهيب وين مكانك؟ مو معنا قبل شوي كلنا موجودين صهيب وين مكانك؟ لا اصبر اصبر انا كنت ارتوت مع اربع بالكروميت والقاتل ورانا بيلحقنا شفتوه عيال شفتوه؟ انا شفته ايوه فيرفل 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 اللي قاعد يخلع الله حقي اني شفته بس النوبة اشطفتني يعني ناخذ جيم اخير عن الخاطر نختم فيه يعني حق البث يلا يلا تصوير البوستر يا عيال تكفون احمد تكفى والله ما راح نصوت عليك تحول الان ولشطه تكفى تكفى ليش تكفى تقول انا الامبوستر ابشر والله بالسعد لا 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 من عيوني والله لا لا من عيوني تعال 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 تبي لا 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 والله لا 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 تعال اسبق لك اسبق لك القم استعرض ما خلصت والله ولشتك والله يا اخوي على المدرسه يلا تعالت يا هنا يا جماعه الخير وصلنا لنهايه المقطع اتمنى استمتعتوا فيه موت خفيف بسيط حبينا نلطف الجو ان شاء الله انكم استمتعتوا شكرا من اعماق قلبي لكل شخص ضغط زر اللايك وكتبنا كلمه حلوه تحت ولا تنسوا يا جماعه تسيب لي الرابط تحت اراكم في مقطع اخر في امان الكريم.